السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أصدقائي؟ النهاردة هنتعرف على نشيد جديد وهو نشيد أمي. يلا بينا يا أصدقائي نتعرف على النشيد. أمي أمي أغلى الناس، تسكن دوما في إحساسي، هي تحميني أمي أمي وتغذيني أمي أمي وتعلمني حب الناس. أمي أمي أغلى الناس. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. بيوضح لنا يا أصدقائي الشاعر إن أمه أغلى الناس عنده، وهي بتسكن دوما في إحساسه لأنها بتحميه وترعاه وتغذيه بالطعام والشراب، كما أنها بتعلمه كمان حب الناس، وهي عنده أغلى الناس. وكمان الحديث الشريف يا أصدقائي بيحثنا على حسن صحابة الأم وإكرامها والإحسان إليها، لأنها هي اللي تحملت الآلام في الحمل والولادة والرضاعة حتى نكبر. ثم يرشدنا إلى حسن صحابة الأب والإحسان إليه، لأنه يرعانا وينفق علينا حتى بعد أن نصبح قادرين على رعاية أنفسنا، ويظل يرشدنا ويوجهنا إلى الصواب. عشان كده يا أصدقائي لابد أن احنا نطيع الأب والأم، لأن هم دول يا أصدقائي السبب، هيكون إن شاء الله سبب في دخولك الجنة. فهنتعاهد النهاردة أن احنا نطيع بابا وماما. وجه معادنا يا أصدقائي مع تدريبات الدرس. ما اسم النشيد؟ أيوة، اسم النشيد نشيد أمي. أين تسكن الأم؟ أيوة، تسكن الأم في الإحساس. حلل الكلمات التالية إلى أصوات كالمثال: تسكن. هنلاحظ هنا يا أصدقائي تس الته مع السين عشان في سكون، كو الكاف، نو. يلا نحل مع بعضينا: أغلى أغلى. إيه اللي هنلاحظه يا أصدقائي؟ أيوة، سامع حد بيقول لي الألف مع الغين، أغ. أيوة، برافو عليك. لا، اللام عليه، برافو عليك. احساسي، هنلاحظ هنا يا اصدقائي، ايوه الالف مع الحاء، برافو عليك. سا في مد، ايوه سامع حد بيقول لي السين مع الالف، برافو. سي مد بالياء، يبقى السين مع، ايوه مع الياء. تحميني، التاء معاها، ايوه سكون. تح مي، الميم معاها ايه؟ ايوه ميم معاها ايه؟ ني مد بالياء، النون والياء. اكمل خريطة الكلمة. عندي كلمة تسكن، عايز النوع بتاع تسكن، نوعها ايه؟ ايوه فعل. طب معنى تسكن ايه اصدقائي؟ معناها يعني تقيم. طب عكسها المضاد يعني العكس، عكسها ترحل. طب يلا ندخلها في جملة يا اصدقائي. تسكن، ايوه يبقى تسكن دوما في إحساسي. وجه معادنا مع الواجب المنزلي، وهنتظر منكم يا أصدقائي الإجابة على موقعنا، نفهم نتعلم ببساطة.